بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة اليوم السادس في شهر رمضان الكريم، والموضوع النهاردة عن أفيال المتناقضات واستغلال الأزمات والمتناقضات في حياتنا. فشهر رمضان جاء رمضان وسيرحل رمضان، ولكن يبقى السؤال: فماذا أنت قائل عنا لربك يوم القيامة يا رمضان عن المتناقضات واستغلال الأزمات وعن الحقد والحسد وعن التقاتل والتدابر؟ بقول لكل مستغل أزمة أو لكل حاقد إن دايما المشغول بالمقارنة محروم من السكينة، ولازم تعرف ان زرعتك لازم تدوقها. عمرك ما هتزرع شوك ويطلع ورد، وعمرك ما هتزرع ورد ويطلع شوك مهما عملت. اللي هتزرعه هتحصده وتدوقه. بقول من ضمن المتناقضات كتير في حياتنا، أو أفيال المتناقضات، أو الذين صنعوا المتناقضات في حياتنا والاستغلال. هل يا رمضان ستقول عنا أننا في حاجة إلى جهاز لكشف الصدق، لأننا في سباق مع الكذب، والمعظم يفوز بالمركز الأول للأسف؟ ومن يبحث عن الصدق أقول له: حاول أن تخترع لنا جهاز كشف الصدق، فستجد بعدها أن الصدق عملة نادرة لا تستبدل مع عملة أخرى وليس لها سوق، ولا يمكن أن تشتري بها كسرة أمل أو كسرة أمل في أسواق الكذب. وسنكتشف بعدها أن جهاز كشف الصدق سيقدم استقالته من العمل ويعلن تدمير نفسه ذاتيا، لأن مؤشر الخط المستقيم مات لا يتحرك. وهل يظل الأمل كاذب عند أقوام لا يصدقون إلا كل كاذب؟ فمن المتناقضات أو بعض المتناقضات في حياتنا، مثلا أنا سمعت واحد بيقول إن أستاذ الجامعة لن يخطئ أبدا، وإن أخطأ فلحكمة. قلت له: خذوا الحكمة من أفواه، ما رضيتش أكملها، قلت من أفواه الباحثين. من ضمن المتناقضات إن صاحب محل العصير، هل تقول لربك يا رمضان عنا عن أن صاحب محل العصير كاتب على العصارة بتاعته: وسقاهم ربهم شرابا طهورا؟ يا سلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكمان تلاقي الساعات كاتب: إن الله عنده علم الساعة. هل العصير بتاعك والساعة بتاعتك هي دي بتاع ربنا؟ واحد تاني نازل انتخابات والكلام ده، ورمز النجم مثلا، ألاقي كاتب الحاجات دي، لفت نظري كتير جدا، ألاقي كاتب على صورته وعلى النجمة لأنه رمز النجمة كاتب: وبالنجم هم يهتدون. هو من أنت؟ حاجات كتير جدا، أطنان مثلا من رسائل الماجستير والدكتوراه على الأرصفة في الشوارع. وهذا هل هذا هو الواقع العملي لخدمة المجتمع
طيب الحاجة التانية إن تلاقي الأخ يقتل أخيه من أجل إرضاء أخيه، أي تناقض. الحاجة التانية حتى على مستوى الكورة، كرة القدم، لا نثق في الحكم المصري ونستعين بحكام أجانب بملايين الدولارات. حتى ربنا عطل مصر أرض زراعية وأرض صحراوية، إحنا بنقوم بتجريف الزراعية وبنستصلح الصحراوية بالمليارات. دي بعض المتناقضات. تمام. كمان الصدقة الجارية، أن الصدقة الجارية تتجاوز بناء المساجد. لماذا نتباهى من ضمن المتناقضات؟ نتباهى ببناء المساجد والناس تموت جوعا ومرضى، ومساجدنا على كثرتها أماكن خالية، وأكثر المساجد لا تجد فيها عدد المصلين يكملون صفا واحدا. برضو لما من ضمن المتناقضات، لما تلاقي مثلا باحث في البحث العلمي ناقل رسالة كاملة لباحثة أو لطالبة، وكانت هذه الباحثة مثلا كاتبة في رسالتها إن أنا ما قدرتش أنجز كويس في رسالتي. ليه؟ لأن الطالبة كتبت في بداية البحث اعتذار عن تقصيرها ونقصها في البحث نتيجة لظروف الحمل وآلام الولادة. فأخذ الباحث أبو جهل هذه الجملة بنفس الجملة وبنفس الطريقة، وتقدم ببحثه المسروق المنسوخ من رسالة هذه الطالبة، ولم يكلف نفسه بقراءة المكتوب والمراجعة. فهو يعتذر أيضا عن التقصير نتيجة لظروف حمله وولادته. قمة التناقض أن هناك كلمة شكر لكل إنسان لا يستحق، حرف واحد من كلمة الشكر والتقدير والاحترام. ليست المشكلة في التاريخ والجغرافيا ولا المشكلة، ولكن المشكلة الرئيسية هي في علم النفس، عندما يسير الإنسان على رأسه بدلا من السير على الأقدام، فيصبح كل شيء على غير طبيعته كما هو الحال. حينما نسمع ونرى عجب العجاب من الكلام، أن يقوم الباحث بشكر من لا يستحق الشكر، من لا يستحق الشكر في رسالته، وما نسمعه في حال الدراسات العليا، حال الباحثين في الدراسات العليا، أنهم صاروا مجبرين على شكر الأستاذ المشارك وإن كان لم يساعده بخردلة في رسالته. ليس عيبا أن يشكر الطالب أستاذه ومشرفه، ولكن العيب أن يشكره على ما لم يقدم به، ما لم يقدمه له في عمله، ولم يساعده في بناء رسالته، ولم يتعاون مع الطالب في رسالته بالرغم من أنه مشرف رئيسي على هذه الرسالة. ومع هذا تجد الطالب في مقدمة عمله يلبس أوصاف الثناء جميعا، ولولاه ما وصل هذا الإنجاز إلى ما وصل إليه من الترتيب والتهذيب، وهو لم يفعل شيء. أجد أسماء مشرفين على رسالات للماجستير والدكتوراه ولم يفعل شيء ويتناول الشكر. هذه هي بعض أفيال التناقضات في حياتنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. إلى تجار الأزمات، إن مستغل الأزمة يعتبر هو الخائن الحقيقي للوطن والإنسانية، ويجب إعدامه رميا بالأحذية لأنه تاجر مستغل. في زمن الكورونا والأوبئة والأمراض، وجدنا كثير أو ملايين السماسرة وتجار في كل شيء رديء. من ضمن المتناقضات
وقد اختلفت أساليبهم بين أصحاب الضمائر والزمم الميتة، ويروجون للسلع الملوثة بالدماء والنميمة والظلم. وهناك من يبيع أخيه بكلمة تجعله في غياهب النسيان، وهناك من يطرح أفكار لهدم المجتمع والقيم وتدمير لكل شريف بكلمة ظلم ووشاية كاذبة. وهناك ما هو إرهابي مدمر لكل الأمانات، خيانة، فمن يظلم سيحصد الهلاك مع الخراب. فالله يمتحن العباد، والخائنون لهم حساب في الدنيا وعند رب العباد. وجدنا في هذه الأزمات حتى اليوم، ماذا تقول عنا يا رمضان لربك يوم القيامة وأنت سترحل؟ أتقول أن تجار الأزمات لو تم الإعلان عن يوم القيامة لقاموا بإخفاء المصاحف والأناجيل وباعوها في السوق السوداء؟ أعوذ بالله من أمثالهم. الطمع واستغلال الأزمات نبتة إبليسية تتفوق على الإرهاب، وكلما كبر الطمع والخيانة ماتت القناعة والضمير. هل سمعتم من قريب أو من بعيد أن إبليس قتل أو خان أخاه إبليس؟